السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نبداو السلسلة ديال الفيديوهات اللي كيخصوا الموسم الدراسي الجديد 2021-2022. كنرحب بأي متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، كنرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلوك جميع الفيديوهات اللي كندير. هذا الفيديو غادي يخص إن شاء الله كتاب المتعلم والمتعلمة، فضاء النشاط العلمي بالنسبة للسنة السادسة من التعليم الابتدائي. إذا غادي نديرو اليوم تقويم تشخيصي اللي كنبداو به في البداية ديال السنة باش نشوفوا المستوى ديال التلاميذ، مستواهم المعرفي ومستواهم الإدراكي، باش نعرفوهم واش شدوا داك المكتسبات ديال المستوى الخامس ولا لا. صافي، إذا الكتاب هو فضاء النشاط العلمي بالنسبة للسادس ابتدائي، التقويم التشخيصي كيخص الصفحة 9. صافي، غادي تمشيو الصفحة 9 غادي تلقاو التقويم التشخيصي، وقوموا مكتسباتي، يعني المكتسبات اللي عندي غادي نقومهم، غادي نعرف واش باقي عاقل على داكشي اللي قريته في الخامس ولا لا. اذا اقوم مكتسباتي تقويم تشخيصي الحصه الاولى. اذا في هذا التقويم التشخيصي عندنا حصتين، حصه اولى وحصه ثانيه. اذا اجيب عن الاسئله في دفتر التقصي. اذا بالنسبه للاجوبه غادي نجاوب في دفتر التقصي. اذا انا غادي نجاوب لكم هنايا في الكتاب المدرسي، وغادي نستعمل ورقه كذلك. الاسئله اللي ما عندهمش فراغ هنايا في الكتاب المدرسي غادي نجاوب عليهم باستعمال ورقه. صافي، اذا نبداو بالسؤال الاول. اذا السؤال الاول، اضع علامه في امام العباره الخاطئه. اذا اش غادي ندير؟ غادي نوضع هاد علامه في قبلت الجمله الخاطئه. صافي، العباره الخاطئه عندنا ثلاثه ديال العبارات، الف باء جيم. عباره الف، التحول من الحاله الصلبه الى الحاله السائله يسمى ذوبان. اذا كيقول لك بان الحاله الصلبه ملي كتحول لنا الى حاله سائله كيتسمى لنا ذوبان، هذه عباره خاطئه. صافي، باء، التحول من الحاله السائله للحاله الغازيه يسمى تبخرا، هذه صحيحه. ملي كيكون عندنا واحد السائل وكيتحول لنا الى حاله غازيه كيتسمى تبخر. جيم، التحول من الحاله السائله الى الحاله الصلبه يسمى تجمدا. نعم، ملي كيكون عندنا مثلا كاس ديال الماء وكنوضعوه في الفريغو كيولي لنا صلب، يعني كيتجمد. صافي، اذا العباره الخاطئه هنا هي العباره الف. اذا غنديروا علامه قبلتها. صافي، عباره الف، تحول من الحاله الصلبه الى الحاله السائله لا يسمى ذوبانا. صافي، نمروا للسؤال 2، اضع علامه في امام العباره الصحيحه. اذا قبيلتي كان نوضع علامه في امام العباره الخاطئه، دابا امام العباره الصحيحه. بقاو تردوا البال للاسئله. اذا يعتبر الجسم المكون من حديد، اذا واحد الجسم مكون من حديد، واش كيتعتبر موصلا للحراره او عازلا للحراره، وموصلا احيانا وعازلا احيانا اخرى. اذا هنايا العباره الصحيحه وانه هذا الجسم اللي كيكون مكون من الحديد كيكون موصل للحراره، يعني العباره الف هي العباره الصحيحه. نعم، غادي ندوزوا الان الى واحد الجدول كاين في السؤال رقم 3، دائما انتبهوا معي. سؤال رقم 3، اتم الجدول بما يناسب. اذا عندنا الحاسه، عندنا العضو المسؤول، وعندنا الاحساس. اذا حنا كنعرفوا الحواس اللي عندنا، عندنا خمسه ديال الحواس، الشم، عندنا اللمس، عندنا الذوق، وعندنا البصر، وعندنا السمع. نبداو اولا بالشم. اذا هما دايرين لنا الشم، زعما العنصر المسؤول عن الشم هو الانف، يعني الاحساس هو الشم، يعني كنحسوا بروائح طيبه وروائح كريهه. صافي، ندوزو الحاسه الثانيه وهي حاسه اللمس. اذا اللمس، اللمس بالنسبه للمس اش كنستعملوا؟ كنستعملوا الجلد. صافي، الجلد هو المسؤول او لا العنصر او العضو المسؤول عن الاحساس باللمس. بالنسبه للاحساس وهو اللمس، اللمس وشنو كنلمسو؟ كنلمسو مثلا الجسم الخشن، الخشن، ومثلا اللين، الحاسه المواليه. عندنا الذوق، الذوق، العضو المسؤول وهو اللسان. صافي، اللسان هو اللي كيحس بالمذاق. بالنسبه للاحساس، التذوق، التذوق، كنذوقوا الحاجه المره، المر، الحلو، المالح. نمر الان الى الحاسه المواليه وهي حاسه البصر ولا النظر، اذا كنستعملوا العين. بالنسبه للاحساس وهو الرؤيه، الرؤيه يعني كنشوفوا بعينينا. السمع وهو الحاسه الخامسه والاخيره عن طريق الأذن. بالنسبة للإحساس وهو إحساس بالسمع، يعني نسمعو، كنسمعو، نسمعو الأصوات.
أصوات، بين قوسين أصوات، يعني الصوت المرتفع والصوت اللي هو منخفض إلى غير ذلك. السؤال الرابع الآن، أضع علامة في أمام العبارة الصحيحة. إذا غادي نوضع علامة في قدام العبارة الصحيحة، صافي. طرق الوقاية من الأمراض هي، إذا طرق ديال الوقاية من الأمراض باش نقي راسي من الأمراض، باش نتجنب الأمراض. واش ألف ما يجب أن أقوم به لكي لا أصاب بالعدوى، ب ما يجب أن ألبسه وأنا مريض، جيم ما يجب أن أكله وأنا مريض. إذن الجواب الصحيح وهو الجواب ألف، ما يجب أن أقوم به لكي لا أصاب بالعدوى. طرق الوقاية من الأمراض هي ما يجب أن أقوم به لكي لا أصاب بالعدوى، صافي. إذن العبارة الأولى وهي العبارة الصحيحة. غادي ندوزو الآن إلى السؤال الخامس، تابعوا معي دائما. أعين الجواب الصحيح بوضع علامة فيه في المربع. إذن الجواب الصحيح أو الأجوبة الصحيحة غادي ندير علامة فيه كل مربع يكافئ ذاك العبارة. ألف التشجير سلوك سلبي، إذن إحنا التشجير عارفينه بأنه سلوك إيجابي. باء استعمال الطاقة الشمسية سلوك إيجابي، نعم الطاقة الشمسية كنستعملوها، إذن هو سلوك إيجابي لأن الطاقة الشمسية أو الشمس هي طاقة متجددة، صافي. نسبة الجيم تلويث البحار بالنفايات سلوك سلبي، نعم تلويث يعني رمي الأزبال في البحار وهو سلوك سلبي، عبارة صحيحة. دال رمي الأزبال في الشاطئ سلوك إيجابي، خطأ. إذن إحنا نكرمي ذاك الأزبال في الشاطئ فقط كلوتو داك الشاطئ، يعني كيولي غير صالح، يعني هو سلوك سلبي. السؤال السادس، انجزوا على دفتر التقصي. ألف أذكر ثلاثة ملوثات للبيئة. نبدأ بالأول، رمي الأزبال وهو عنصر يلوث البيئة. ثانيا إحراق الغابات، إحراق الغابات. ثم مثلا نديرو دخان المصانع وعوادم السيارات، صافي. هادو هما ثلاثة ديال الملوثات تلوث البيئة. ب أذكر ثلاثة سلوكيات إيجابية نحو البيئة، يعني ثلاثة ديال السلوكات اللي كنديروها باش نحافظوا على البيئة. مثلا أول حالة التشجير زائد مثلا تدوير النفايات، يعني في عوض ما نحرقها كنحاول نستعملها مرة ثانية، نعم. ثم مثلا الحفاظ على الغابات، صافي، الحفاظ على الغابات. نمروا الآن إلى السؤال السابع، أتم بما يناسب جذب ودفع. إذن غنكمل إما بجذب ولا دفع. ألف لرفع الأثقال أسلط قوة واش جذب ولا دفع عليها، يعني باش نرفع الأثقال كنسلط واحد القوة ديال واش ديال الجذب ولا ديال الدفع، كنسلط واحد القوة ديال جذب، قوة جذب عليها، صافي. ب لتحريك سيارة معطلة، واحد السيارة عندنا معطلة واقفة باش نحركوهاش كنديرو أسلط قوة ديال الدفع، يعني كندفعو، صافي. دفع، إذا هنا أنا جاوبت هنايا في العبارة جيم خطأ، دونك غنكتب دفع هنا. لكن نشوفو جيم لسقي الماء من البئر أسلط قوة جذب، يعني كنجذب جذب، صافي. د لتغيير مكان جسم ما، باش نغير واحد المكان ديال واحد الجسم من بلاصه لبلاصه اسلط عليه قوه جذب و او دفع، صافي. مروا الان للسؤال الثامن، اكمل بكتابه طبيعي ولا اصطناعي. اما نكمل بطبيعي او اصطناعي. الف الشمس مصدر شي حاجه للطاقه، الشمس هو واحد المصدر واش طبيعي ولا اصطناعي، اذا هو طبيعي، مصدر طبيعي للطاقه. ب تدفق المياه في الشلالات مصدر للطاقة، واش مصدر اصطناعي ولا طبيعي، كذلك هو مصدر طبيعي، صافي. ج التيار الكهربائي مصدر طبيعي ولا اصطناعي للطاقة، إذا التيار الكهربائي مصدر اصطناعي، صافي، مصدر اصطناعي للطاقة. د الحطب إذا الحطب اللي كيجي من الغابات، الخشب ديال الغابات، هو مصدر طبيعي للطاقة. ها الألواح الشمسية مصدر، إذا الألواح الشمسية مصدر اصطناعي، صافي. إذا واخا داك الشمس هي مصدر طبيعي ولكن داك الألواح هي مصدر اصطناعي، صافي، إذا هي مصنوع. السؤال الموالي وهو السؤال التاسع، أحدد أعضاء الجهازين التناسليين عند كل من الثور والبقر. مزيان، إذا حنا نتحدثوا على الأعضاء التناسلية. إذا الأعضاء التناسلية
للثور والبقرة. صافي، إذا نديرو هكذا، هنا الثور وهنا البقرة. إذا الثور عنده هذه العلامة هذه، والأنثى عندها، إذا الثور ذكر والبقرة أنثى. صافي، إذا بالنسبة للثور عنده قضيب زائد قناتين معنويتين زيد، وعنده الخصيتين. الخصيتين بالنسبة للبقرة عندها مهبل، عندها كذلك قناتين مبيضيتين. بالنسبة للقناتين مبيضيتين عندنا مبيض، عندها رحم فين كاين مو الجنين. صافي، اذا هذا هو الفرق ما بين الاعضاء التناسليه ديال الثور بالنسبه للذكر والبقره اللي هي انثى. صافي، نمروا الان السؤال العاشر. ينمو ويتطور جنين الحيوانات الولوده، بالنسبه للحيوانات الولوده التي تلد ماشي الحيوانات البيضه التي تبيض، اذا فين كينمو الجنين ديالها؟ ينمو ويتطور جنين الحيوانات الولوده، واش داخل البيضه، واش داخل بطن الانثى، ولا خارج بطن الانثى؟ اذا الاجابه الصحيحه وهي الاجابه الثانيه، وهي داخل بطن الانثى. اذا الحيوانات الولوده التي تلد الجنين ديالها كينمو وكيتطور داخل بطن الانثى. صافي، مثلا البقره الانثى فين كتنمي وكتطور الجنين ديالها؟ داخل رحمها. صافي، داخل الرحم. اذا هنايا ينمو ويتطور جنين الحيوانات الولوده داخل بطن الانثى، وبالضبط داخل رحم الانثى. اذا وبهذا غادي نكون كملت الانشطه ديال التقويم التشخيصي او تقويم المكتسبات خاص بالكتاب المدرسي للمتعلم والمتعلمه فضاء النشاط العلمي بالنسبه للمستوى السادس ابتدائي، وبالضبط الحصه الاولى اللي كتخص الصفحه 9. ترقبوا فيديو اخر ان شاء الله غادي يكون كيخص الصفحه 10 والحصه الثانيه من التقويم التشخيصي، وكذلك هذا التقويم التشخيصي غادي يخص المواد المقرره الأخرى بالنسبة للرياضيات وبالنسبة للفرنسية بالنسبة للعربية إلى غير ذلك. ألقاكم في فيديو لاحق إن شاء الله. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.